هاتفيا من رام الله دكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. دكتور واصل، أهلا وسهلا بحضرتك معنا إلى هذه الساعة الإخبارية. وسهلا، أهلا بك. يعني في البداية لو تحدثنا عن اتصالات حضراتكم مع جميع الجهات لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي بدأ على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. كما تفضلت، ربما أن المهمة الأولى بالنسبة لنا هي وقف شلال الدم الفلسطيني، وقف حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني. هذه جرائم يشاهدها العالم أجمع. ما يقوم به الاحتلال بالشراكة مع الإدارة الأمريكية هي قتل الأطفال والنساء والمدنيين والتدمير الذي طال كل المؤسسات والأماكن العبادة والمشفيات والجامعات والبيوت، والتدمير الذي يشاهده العالم أجمع في قطاع غزة، أضاف إلى التهجير القسري من شمال القطاع إلى جنوبه، وما يقوم الاحتلال بمحاصرة أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث أن المشاهد البشعة التي تطرق لها الإعلام هي تجويع وتعطيش أبناء شعبنا الفلسطيني الذي تم تهجيره إلى الجنوب. إضافة إلى ذلك أنه أيضا بالضفة والقدس هناك أيضا عمليات مداهمة يومية واعتقالات يومية بجماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وسحب قتل وتصفية على أيدي جيش الاحتلال وقطاع المستوطنين. بلغ العدد حتى الآن 305 شهداء منذ 7 أكتوبر الماضي فقط. صحيح. ومنذ بداية العام هناك ما يقارب 500 شهيد منذ بداية العام تم قتلهم بدم بارد من قبل جيش الاحتلال. أنا أعتقد أنه هذا الأمر يعني يشكل مفارقة واضحة تماما بأهمية معرفة أهداف هذه الحرب العدوانية والإجرامية التي تقوم بها الاحتلال. الهدف الرئيسي هو مزيد من القتل والتصفية من أجل تثبيت وقائع على الأرض احتلالية، وأيضا التهجير القسري الذي تم الحديث عنه سواء إلى جمهورية مصر العربية إلى سيناء أو إلى الأردن من محافظة الضفة والقدس. نحن بالنسبة لنا واخذنا موقفا واضحا بالتنسيق مع مصر، وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل واضح تماما والحكومة المصرية عن أن هذا الأمر يشكل خطا أحمر، لن نسمح بتهجير شخص واحد من أرضه فلسطين إلى سيناء. وأيضا مع المملكة الأردنية الهاشمية وشكلت أيضا خط أحمر في سياق ذلك. إضافة إلى ما يمكن أن يشكل محاولة ضرب أمن الدولة الفلسطينية من خلال الحديث عن فصل قطاع غزة، نحن نتحدث عن عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال هذه الدولة على كل الأراضي المحتلة بعدوان 67 سواء في الضفة الفلسطينية والقطاع غزة وقدس العاصمة، وضمان حق العودة للاجئين لأبناء شعبنا الفلسطيني. هذا الأمر يجب أن يتم ما له علاقة في مواصلة هذه الجهود، لأنه الاحتلال يهدف إلى فصل قطاع غزة من أجل ضرب المشروع الوطني الفلسطيني وضرب أيضا تمثيل فلسطين في إطار منظمة التحرير الفلسطينية المتفى الشرعي وحيد الشعب الفلسطيني. اليوم نحن نتحدث عن ما يمكن أن نشكل وقفا لهذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال ويشاهدها العالم أجمع، ومناظر النساء والأطفال والمدنيين والتدمير الذي يقوم بالاحتلال في كل لحظة تمر هناك مزيد من ذلك. لذلك الهدف الرئيسي كما أشرت في بداية الحديث أنه نحن نسعى من أجل وقف العدوان والجرائم المتصاعدة ضد شعبنا الفلسطيني. طيب، يعني لو أن هذا العدوان متواصل منذ 7 أكتوبر ودخل في اليوم 75، فهل من الممكن أن يكون هناك مصالحة مع حماس؟ كيف ترى هذا أو هذه المسألة الآن، مسألة اللحمة الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني؟ بالطبع شعبنا الفلسطيني موحد في مواجهة هذا الاحتلال والتصدي لكل هذا الاحتلال الباسي لا يقوم بها شعبنا الفلسطيني بالتصدي لهذا الاحتلال، وتشكل أروع آيات الصمود والتحدي والمقاومة. صحيح. سواء في قطاع غزة أو في محافظة الضفة والقدس، وبالتالي لن تكسر شعبنا الفلسطيني ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء. تحدث بشكل واضح تماما أن محاولات الزج بما يسمى الإرهاب لتنظيمات ما فيها حركة حماس هذا الأمر رفض تماما. حماس هو جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، وبالتالي كما أشرت نحن نسعى أيضا أجل تسييد وحدة وطنية فلسطينية في إطار الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وإنجاز الأهم للشعب الفلسطيني وهو منظمة التحرير الفلسطينية والجميع ينضوي في إطارها. لذلك الاتصالات التي تجري بشكل مكثف من أجل حماية مشروع الوطن الفلسطيني، من أجل حماية فصائلنا، من أجل حماية ما يمكن أن يشكل استمرارا لكفاحنا ونظامنا من أجل حرية واستقلال شعبنا الفلسطيني ونيل باقي حقوقه في إقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس وحق العودة للاجئين.
يعني مجلس الأمن أرجأ لمدة 3 أيام متتالية قرار بشأن غزة، أرجأ التصويت، من المفترض أن يصوت عليه اليوم. السيناريوهات المحتملة برأيك، هل هناك بارقة أمل؟ أنا بعتقد الموقف الأمريكي واضح تماما أنه يجهض أي إمكانية الحديث عن وقف لهذا العدوان، وفي إطار الشراكة التي يقوم بها بدعم الاحتلال والتغطية على جرائم الاحتلال، هو يستمر ويمعن في مواصلة هذه الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني. لذلك عندما انعقد مجلس الأمن قبل 10 أيام أو قبل أسبوعين، وكان 13 دولة مع وقف إطلاق النار ومع إدخال المواد الطبية والغذائية والدواء إلى شعب والماء إلى شعبنا المحاصر في قطاع غزة، وكانت دولة امتنعت عن التصويت وهي بريطانيا، وتم إجهاض ذلك القرار. بعد ذلك في الجمعية العامة المتحدة 153 دولة صوتت إلى جانب وقف هذا العدوان، وأيضا إدخال المواد الطبية والغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة ضمن ممرات آمنة، ولم يتم الالتزام في ذلك، أي شبه إجماع في معظم دول العالم. صحيح. اليوم لليوم ثلاثة أيام ويتم تأجيل مشروع القرار بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعتقد جازما أنه سيكون هناك فيتو أمريكي من أجل إجراء أيضا هذا المشروع القرار، لأن هذا المشروع القرار يتحدث عن وقف بهذه الحرب العدوانية والإجرامية، يتحدث عن أهمية تضافة كل الجهود من أجل إدخال المواد الطبية والغذائية والإنسانية والماء والوقود إلى شعب الحاصر في قطاع غزة ضمن ممرات آمنة، يتحدث عن قضايا أخرى. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التعديل في نص مسودة مشروع القرار المقدم من مجلس الأمن الدولي، نعم، بإزدج بما يسمى الإرهاب وغير ذلك، وهذا الأمر مرفوض تماما. نحن بالنسبة لنا لابد أن يكون هناك المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الدولي المسؤول عن السلم والأمن. كيف يمكن أن يحدث ذلك برأيك دكتور واصل، أن يقف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته؟ أنا بعتقد هذه يعني معظم الفعاليات تجري في معظم دول العالم، مئات الآلاف بل الملايين في معظم دول العالم، ففي حتى في الولايات المتحدة الأمريكية شاهدنا كيف يعني المسيرات الكبرى التي تخرج حتى في واشنطن العاصمة وفي نيويورك وفي معظم الولايات التي تؤكد على أهمية وقف حرب الإبادة للشعب الفلسطيني، ولكن كما قلت هناك إمعان في مصادر ذلك. ولكن الأمر المهم هو كيفية وضع حد لذلك من خلال فرض عقوبات، فرض عزل على الاحتلال محاكمته، عدم الكيل للكيلين، وعدم استخدام المعايير المزدوجة المتعلقة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال، في أن لا يكون هناك محاكمة لهذا الاحتلال. المحكمة الجنائية الدولية واضح تماما أنها تستخدم المعايير المزدوجة والكيل للكيلين، وتتهرب من فتح الاستحقاقات على جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل الاتفاقات والقانون الدولي، وبالتالي هناك تهرب من ذلك. لذلك الاحتلال يمعن في مواصلة ذلك معتقدا أنه محمي مغبط مسألته على هذه الجرائم. دون فرض عقوبات ودون محاكمة سيبقى الاحتلال يعتقد من خلال الضوء الأخضر الأمريكي ومن خلال تغطية على جرائمه أنه يمكن أن يمضي قدما باتجاه مزيد من هذا التصعيد. صحيح. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كنت معنا من رام الله.